هنا بيروت مشاهدينا اليوم بين الانتخابات الأمريكية وحادثة فرنسا، أين يعيش لبنان على وقع أي من الأحداث العالمية؟ طبعا بالإضافة إلى تشكيل الحكومة وعدد من العناوين الأخرى. اليوم ضيفي، أهلا وسهلا فيك دكتور حسام مطر. مرحبا، أهلا وسهلا، يعطيك العافية. بين الانتخابات الأمريكية وبين حادثة فرنسا يلي هلأ اليوم، لأنه صرنا من الصبح عم نتابع على شاشات التلفزة ردود الفعل عليها، بدي أنا وياك، بعرف أنه أنت باحث، يعني بتعطي تقييمك بكون علمي أكثر من يعني موقف لا سياسي ولا بحاول يكون علمي ولا مذهبي ولا طائفي وعلمي. اليوم هل العالم دخل أو كل فترة نحن على موعد مع هيك حادثة؟ ليش؟ وقديش العالم رايح لتخطي هذه الأحداث أو لا؟ هو في صلة وثيقة بين ما يجري في الولايات المتحدة وما يجري في فرنسا، اللي هو عنوانها الكبير اليوم هي أزمة النظام العالمي. هناك نظام عالمي مأزوم، هناك نظام عالمي يسمى نظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية، هذا وصل إلى نهايته، وصل إلى ذروته. العالم اليوم يبحث عن نظام بديل قادر على تكيف مع المستجدات، صعود دول إضافية، صعود الصين، دور القوى الإقليمية الصاعدة، موضوع التكنولوجيا، موضوع الاحتباس الحراري، موضوع الهويات، كلها قضايا جديدة تستجد على مستوى العالم. النظام الدولي الذي كان قائما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ما قادر يستجيب له، وهذا يترافق مع أزمة في العولمة داخل الغرب نفسه. بمعنى اليوم الغربيين جزء من أوافي من السكان يقولون أن العولمة لم تعد تخدمنا. العولمة إلى فترة ما ساهمت بإحداث تراكم برأس المال في الغرب، هذا استفاد منه طبقة وسطى نشأت في الولايات المتحدة وفي أوروبا، استفادت من عوائد هذه العولمة، هذا الصعود الصناعي والتكنولوجي. في السنوات الأخيرة خاصة بعد العام 1990 وبحال تصاعد، هذه العولمة أصبح يستفيد منها قلة قليلة داخل الغرب نفسه. فأصبح الفارق ليس بين شمال العالم وجنوبه فقط، بل أصبح في شمال العالم هناك جنوب داخل الشمال. يعني التباين الاجتماعي داخل الغرب، داخل الولايات المتحدة، داخل أوروبا كبير جدا. هناك تدمير للطبقة الوسطى في الغرب، هذا يضاف له عامل الهجرة، عامل الهجرة إلى دول الشمال، إلى الدول الغربية اللي عندها أيضا تناقص في الولادات، عم يجي عليها أعداد إضافية من المهاجرين. هذه الأمور دفعت كتل من السكان إلى الانزياح نحو اليمين. وصول ترامب بعام 2016 كان معاقبة من الجمهور الأمريكي للنخبة السياسية التقليدية لدى الجمهوريين ولدى الديمقراطيين. اليوم الذين ينتخبون ترامب هو الذي قال لهم أمريكا أولا، الذي فيها نزعة يسمى العودة إلى الرحم، الانقباض نحو الداخل والتعاطي مع قضايا الاقتصادية الأمريكية بنزعة انتهازية ونزعة ذاتية من دون الاهتمام بالنظام العالمي. في فرنسا ظهور وفي أوروبا ظهور أيضا لحركة اليمين اللي عم بتقول نحن نريد العودة إلى الحدود القومية ومغادرة العولمة. بالطرفين عم بيقولوا بالغرب عموما في انزياح ثقافي، هذه الليبرالية اللي جبتولنا إياها عم بتدمر مجتمعات الثقافة المحلية. المهاجرين عم بيكونوا تهديد للوظائفنا وتهديد إرهابي وتهديد ثقافي، خاصة أنه جزء كبير من المسلمين. فإذا هذه الموجات من الهجرة، هذا التحول في الاقتصاد العالمي، تدمير الطبقة الوسطى، ظهرت نزعات قومية يمينية في كل الغرب، مظهرها في أوروبا، في أوروبا فرنسا على وجه التحديد الأكثر أزمة تبرز فيها، وفي الولايات المتحدة اللي راحت باتجاه ترامب. هذا يؤدي هذه الأزمة للنظام الدولي. الغرب يعيش هذه الأزمة، يقوم بتصدير أزمته إلى دول الأطراف، إلى دول العالم الثالث، وجزء كبير من دول العالم الثالث هي دول إسلامية، والمجتمعات الإسلامية أيضا تعيش أزمتها. وعم بيتبادلوا الطرفين، لكن المجتمعات الإسلامية من موقع الأضعف، مش موقع المهيمن، من موقع الأضعف، عندها نزعتين متناقضتين، نزعة تغريب عن الدين في أجيال عم تبعد عن الدين، ونزعة تطرف في ناس عم بتروح باتجاه التطرف كردة فعل على كل هذه الأزمة. هو الطرفين عم بيغزوا بعضهم البعض. يعني بيروح ماكرون ليستفيد بالانتخابات ويجيب أجنحة اليمين باتجاهه وماشي هذا الجو، وفي ظل منافسته مع الأتراك، مع أردوغان اللي رايح بنزعة قومية إسلامية اللي عم بيحاول يقول أنا بعيد تمثيل المسلمين في العلاقة مع الغرب.
بيروح ماكرون بفوت بهذه اللعبة المتطرفة والخطاب المتشدد تحت عنوان حرية التعبير، هذا يستفيد منه الطرف المقابل للمأزوم في العالم الإسلامي جزء منه، بيروح أيضا لرفع السجال لأهداف أردوغان لأهداف العلاء بطموحات المستجدة ومحاولة تمثيل العالم الإسلامي، وبيعمل خطاب مضاد، هذا الخطاب نفسه بيخدم ماكرون، بيرجع ماكرون بيرد لهم الطابة، واثنيناتهم مجتمعات مأزومة وجماعات مأزومة، اثنينات عم بتفوت بهذا الإطار من التطرف، ولكن مجددا مش من منطق متساوي، من موقع أن الغرب هو في موقع المهيمن. ليش المسلمين يعني اللي بيحملوا الهوية الإسلامية هم مضطرين يمارسوا العنف الدموي؟ ببساطة لأنه هذا السلاح المتاح لهم، هذه إلها علاقة بميزان القوة بالأدوات المتاحة. مثلا مين عادة اللي بيعمل عمليات طبعها انتحاري؟ القوي ولا الضعيف؟ ضعيف، لأنه القوي منه مضطر يضحي بجنود لأنه يكون عنده تفوق تكنولوجي وتفوق بالمعدات وبالطائرات. هون أنت الغرب اليوم يوغل في استباحة الهويات، النبي هو جزء من هوية المسلمين، مقدس وجزء من هويتهم وجزء من تعريفهم لنفسهم ولوجودهم، هذا اعتداء على هوياتهم، اعتداء على كراماتهم، اعتداء على اعتزازهم بأنفسهم. فالغرب قادر يعتدي ويهيمن ويطغى من دون ما يقوس علينا، هو مهيمن بالتكنولوجيا وبالإعلام وبالاقتصاد وبالأمن وبكل طرق السيطرة، بينما الضعاف اللي هني مجتمعات العالم الثالث في العموم ومنها المجتمعات الإسلامية بتروح على هذا النوع من الرد العنف، أول لأنه ضعيف وما عنده أدوات لتوازي الأدوات المتاحة في الغرب، واثنين لأنه هذه موجات العنف، هذه البيئات عايشة بموجات عنف دائمة. خدم من 2011 لهلأ بالعالم الشرق الأوسط اللي هو مركز الإسلام هو أكثر الأقاليم اشتعالا بالعنف. طيب العنف في المنطقة مين عم بيموله؟ السلاح اللي عم يجي من عندنا من وين؟ أكثر إقليم يعني يستورد أسلحة هو هذا الإقليم من الدول الغربية، أكثر مبيعات سلاحية الغربيين هون، مين بيشحن الحروب هون؟ الغربيين، الاحتلال الإسرائيلي جزء من المشروع الغربي هون بالحرب، داعش والنصرة مين تساكن مع مشروعها في مكان ما وأمان لها التغطية في مكان ما ليحقق أهداف جيوسياسية؟ الغرب نفسه. طيب أنت لما عم تلعب كل هاللعبة الفرنسيين أكثر هن فتحوا المجال للسعوديين لرعاية المساجد والمعاهد الدينية فرنسا ضمن محاولة الفرنسيين لمصالح اقتصادية. طب أنت هالموجة أخذتها لعندك. فإذا المسألة في تقديري هي ليست مسألة في المقام الأول مسألة دينية، هذه مسألة تنافسات قوى وأزمات تمر فيها بها العولمة وأزمات هوية متبادلة ضمن علاقة طرف مهيمن وطرف في موقع الأضعف. يأتي الدين هو لها فيها إلها هذه القضايا جذر ديني، لكن الدين لوحده ما بيفسر لنا هذا ما يجري. نعم. الصراع هنا ليس صراعا دينيا، بل الصراع له علاقة بأزمة النظام العالمي، بتنافسات جيوسياسية، بتحولات في الهوية، بأزمة في الغرب مرتبطة بأفوله وصعود الهويات القومية، وبأزمة موجودة في العالم الإسلامي. لكن مجددا هذه أزمة النظام الدولي وأزمة العالم الإسلامي هي منشأ الرئيسي في الغرب، تستفيد من عوامل داخلية موجودة والعلاقة بالتجربة بعض النصوص الموجودة عند المسلمين، العلاقة بعض تجاربهم، لكن هذا النص كان موجود طيل الوقت. ليش هلأ صار هيك؟ شو بروح بدرس الوقائع المادية والظروف المادية وتحولات موازين القوى والظروف؟ منه صراع ثقافي، منهم من يقول أنه هو صراع ثقافي، وهو إذا بدك بيقارن بين هيدي الفترة والفترة اللي عاشتها المسيحية في القرون الوسطى، وبيرجعوا لا للدين، بيرجعوا للحروب الدينية، أنه الدين المسيحية كمان كانوا مرقت بالقرون الوسطى بعنف، وكان في عندها ردود فعل على الدين يعني، وكمان لم تكن لتقبل أنه أن يمس برموز دينية. اليوم أيضا المسلمين عم بعيشوا، عم لك هذا تحليل يعني، عم بعيشوا نفس هذه الفترة أنه هي القرون الوسطى، أنه اليوم حتى المظاهر اللي شفناها بداعش والإرهاب في سوريا يعني كلها استمدوها من انه مثل القرون الوسطى اللي عاشتها المسيحيه. لا هو انا صحيح في شق ثقافي فيما يجري لا يمكن اخفاله، لكن عم بقول هذا الشق الثقافي للازمه لا يدور في فراغ، والا هذا العوامل الثقافيه مش موجوده من 100 سنه و200 سنه و300 سنه و1000 سنه، موجوده كل الوقت. ايمتى بتظهر وبتاخذ شكل في الخارج؟ إلها علاقه بالوقائع الماديه، توازنات القوى، ببنية النظام الإقليمي، بنية النظام الدولي، مين اللي مهيمن، مين الخاضع. فالثقافة ما بتدور في فراغ،
بتدور في ظروف، يأتي من في ظرف معين من يريد أن يستثمر هذا الثقافة ويؤولها، يعيد تأويلها ويعيد إنتاجها ليخدم مصالحه ويعبر عن أزماته ويحاول يخرج من أزماته أو يكون عنده طموحات إضافية. فما في يفهم ما يجري فقط باعتباره هو له هذا الظاهرة الدينية، لا، هذه مش ظاهرة معزولة عما يجري في العالم، بالعالم المأزوم اليوم المنقسم اليوم، اللي فيه نزعات يمينية، نزعات قومية، اللي فيه أزمات العلاقة بضمور الطبقة الوسطى، اللي فيه أزمات مرتبطة بصعود التكنولوجيا وكل هول، تيجي الظاهرة الثقافية بتنفجر ضمن هذه السياقات كلها. فما في يشوفها بمعزل عن كل هذا الأمر. وعلاقة الغربيين مع المسلمين ومع هذه الحركات من نوع الحركات الإسلامية كان طوال الوقت هو لتوظيفها في ضمان بقاء واستقرار النظام الدولي. ليش أخذوهن واجهوا فيه الاتحاد السوفيتي بأفغانستان؟ أنه في هذا النظام الدولي اللي ما بعد الحرب العالمية الثانية يقوم على قيادة الغرب، وبالتالي يجب تدمير الاتحاد السوفيتي، فجبناهم واستغليناهم وجبناهم أخذناهم في حروب إلى علاقة كمان بتطويق إيران وحلفائها بعد 2011 وما جرى في كل منطقة. فأنه يبدو الصراع أنه بين الغرب فقط وبين المسلمين، وأنه هون في حضارة وهون في تخلف، هذا اختزال كبير للمشهد. الظاهرة الاستعمارية هي إلى حد بعيد شكلت جزء كبير من تجارب المسلمين. نعم. طيب. مش تجربة عفوية أو هي بريئة. أوروبا طوال الوقت عرفت نفسها، حاولت كل وقت تعرف نفسها باعتبارها نقيض للهوية الإسلامية، أنه بالميل الثاني في برابرة وهون في متحضرين، أنه هون في انفتاح وهناك في متخلفين، هون في تنوع بالآراء وهون، بينما بالوقائع إذا عم نحكي من 700-800 ميلادي، 900-1200-300 ميلادي، كانت مناطقنا هي بلاد الإشعاع الفكري والحضاري والاكتشافات، وكانت أوروبا تعيش في فترة العصور الخضراء والظلمات. بس خليني أحول هذا الموضوع، لأنه زميلي غادي بوموسى موجود، كان أمام السفارة الفرنسية. غادي يعطيك العافية، كيف الوضع هلأ من بعد ما شفنا يعني بساعات قبل الظهر كان الوضع شوي متوتر؟ شكرا جوزيفين. يعني في هذه الأثناء كما يمكن أن نلاحظ أن الأجواء المحتدمة وأن المواجهات المتفرقة التي كانت دائرة بين المحتجين وبين الأجهزة الأمنية انتهت بشكل كامل. بعض الطرقات وبعض المفارق التي كانت مقفلة بحواجز أمنية فتحت، إلا أن الطريق الرئيسي بالنسبة إلى السفارة الأمريكية المؤدي للسفارة الأمريكية فهو مقفل بشكل كامل. وفي هذه الأثناء على ما يبدو يعني بدأت الأجهزة الأمنية تفتح الطريق العام من العدلية باتجاه البربير بشكل تدريجي، إذ أن هنالك آليات بدأت تسير على هذا الطريق بشكل تدريجي. إذن بالنسبة إلى المواجهات انتهت، وأعيد وأذكر بأن المواجهات كانت قد حصلت بين الأجهزة الأمنية وبين عدد من الأشخاص الذين بقوا موجودين بعد انتهاء المسيرة الأساسية، وهم يعني لم يتصرفوا باسم المسيرة، فإن المسيرة من قبل المحتجين ومن قبل المنظمين قد أعلن انتهاؤها، وبعد ذلك حدثت المواجهات بين الأجهزة الأمنية وبين عدد من الأشخاص الذين ألقوا الحجارة، بعضهم لا يزال موقوفا وبعضهم الآخر بالنسبة يعني في بقبضة يعني الأجهزة الأمنية، وبعضهم الآخر قد غادر وابتعد بشكل كامل، والأمور تعود إلى طبيعتها تدريجيا في مقابل قصر الصنوبر في بيروت. جوزيفين، شكرا لك. غادي بموسى زميلنا من أمام قصر الصنوبر، كنا عم نحكي بهذا الحادثة، كنت عم بتقول إنه أوروبا هي بتصنف نفسها أو تظهر هويتها على أنه هي نقيض الإسلام، بس هي بنفس الوقت أنه في كتير انتقادات لأوروبا، لأنه وفرنسا تحديدا اللي هي إذا بدك الدولة الأكبر، على أنه هي أنه كيف تستقبل أنه مسلمين هالقد، ودولة الحقوق ودولة الإنسان ودولة العدالة الاجتماعية والعلمنة، دولة العلمنة وإلى آخره. وصار في لوم لكثير من الدول الأوروبية من قبل المسيحيين والطرفين يعني اليمين هناك، أنه لا، أنتوا كثير عم تقدموا تسهيلات لحتى للمسلمين لحتى يجوا ويعيشوا ويتوطنوا في هذه البلاد. هذا كله يصح لولا أن هذه الدولة لم تكن دولة تستعمر جزء كبير من العالم الإسلامي، وهي وتستعمره ساهمت في انحطاطه وساهمت في تخلفه. ولو أنها هي هذه الدول لا تقيم علاقات مع جماعات إسلامية توظفها في صراعاتها لأجل تحقيق أهدافها الجيوسياسية، وهي تقوم بذلك، موضوع الحريات وإلى آخره داخل الغرب هو معني بالغرب نفسه لاستقراره. يعني هي لا تقوم بتصدير وممارسة هذا النوع من الحريات خارج الغرب،
هي تمارس داخل الغرب. نعم. لأجل أن يستقر مجالها الداخلي تستطيع أن تهيمن وتطغى خارجه. يعني الولايات المتحدة داخلها في أنواع من التمييز بين السكان بعده موجود لليوم. بفرنسا نفسها في تمييز تجاه السكان اللي بيعتبروا غير مهاجرين، بنعرف ليه. فهذه القيم محصورة بمجموعة معينة من الكتلة السكانية داخل هذه البلاد لضمان استقرارها الداخلي، ليس لأجل أن تنشرها في العالم، بل لأجل أن تستمر بالهيمنة من داخل هذا النظام الدولي على العالم. قديش الفرنسيين عندهم جزء بيتحملوا جزء كبير من مسؤولية تخلف أفريقيا اليوم ونهب مواردها ونهب ثرواتها من بعد استعمار عمره 100 و200 و300 سنة. وين هي النهضة اللي عملوها بهذه القارة؟ بل هن ساهموا بانحطاطها وتدميرها، الخراب اللي نشروه خلال فترة الاستعمار لجزء من بلادنا. فدراسة فهم الغرب من خارج تجربته الاستعمارية هو فهم كتير يعني قاصر، وفهم تجربة الحريات داخل الغرب باعتبارها أنه هي تجربة عالمية. طب هذا مش صحيح. نحن اليوم على الفيسبوك جزء كبير من المسلمين ما قادرين عبروا عن خطابهم على المنصات اللي اليوم بتعرف نفسها هي منصات للتعبير الحر، اللي هي فيسبوك وتويتر وغيره، بيتم إلغاء بعض العبارات وبعض الرسومات وبعض الشخصيات، وهذا عم يخلق جزء أساسي من أزمة. اللي عم بيقول لك الطرف الضعيف فيها، قصدك المرتبطة بشخصيات سياسية دينية ولا دينية؟ دينية اللي إلها بعد سياسي يعني. بمعزل. نعم. بس طيب. بس هيدي يعني عم تحكي هذا شيء سياسي مش بس ديني. صار ديني، ما هو الحدود بيناتهم بالعالم الإسلامي مش كتير واضحة. يعني هذا فبالتالي التعاطي مع الغرب إنه في عنده حريات، عنده حريات وإله ضمن جماعات معينة، حتى مش كل مع كل ما يتصنفوا المهاجرين، ليضمن الاستقرار ليقدر يهيمن ويسطى ويطغى ويضل في نظام الاستغلال الاقتصادي، لأنه عم تتركز الثروة طوال الوقت في مركز العالم. نعم. أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. طيب هذا هو الغرب. إذا بس أنه لا لك شو عندهم، ما هني ما قادرين يعملوا هذا الاستقرار الداخلي ببلادهم لو ما عم بيراكموا ثروات كبيرة بالسطو علينا وبيجيروها للاستقرار عندهم. ما بيقدروا كانوا يعملوا استقرار لو ما عم بيسطوا علينا. بيقولوا، راح أختم طولت، أنه في نظرية عند هالجماعات الليبرالية أنه أنت بتصير ليبرالي وعندك الأنوار ترتفع والحريات وإلى آخره، بتقوم أنت بتصير مثل الغربي. أنا إذا بدي استهلك مثل الغربي، شو بيأكل لحم وشو بيلبس واوا إلى آخره، بدنا شي 7-10 كواكب قد كوكب الأرض فيهم موارد ليمشي الحال. مستحيل نكون كلنا هيك. بالكوكب اللي موجودين عليه أصغر ما يحتمل كلنا نصير مثل الغرب. الغرب قوي لأنه استطاع أن يهيمن ويسطو علينا. مشكلتنا نحن فيش حدا تحت منا نسطي ونهيمن عليه ونسرقه ونترقى شوي. المشكلة هي هون في علاقة هيمنة. هذا النظام الدولي قائم على الهيمنة والاستغلال. لهذه العلاقة يراد إعادة إنتاجها، وهذا جزء اليوم من الدول الصاعدة عم بتقول أريد نظام دولي أكثر عدالة اللي بياخد بعين الاعتبار مصالحه ومصالح شعوبه. يعني الأمريكي مثلا بختم بيأكل بالسنة 150 كيلو لحم، الصيني هلأ يمكن صار بيأكله شي 20-30 كيلو لحم. إذا بدي الصيني طعميه 150 كيلو لحم تحت عنوان نفس العنوان، بدي كوكبين ثلاثة يحط فيهم بقر ومعزل ليكفون. عم بعطي مثال بسطه. نعم. لأقول مش ها هي صحيح أنه قصة بس حريات وتنوير وما غيره، في توازنات قوى هي اللي بتقدر تفسر لنا ماذا يجري في العالم. طيب هذا الحدث بما أنه صار حدث عالمي اللي صار بفرنسا، هل يستفيد منه رئيس ترامب، يعني رئيس الأمريكي اليوم يلي هو إذا بدك بني خطابه على هذه النزعات؟ صحيح. والخوف إذا بدك. صحيح. من الإسلام والمسلمين وغير المسلمين. صحيح. أيضا. صحيح. يعني هلا لا يستفيد منه كتير لأنه خلاص الانقسام الأديولوجي في الولايات المتحدة في ذروته. يعني التعبئة والاستقطاب في أمريكا، في انقسام بين قوميتين في أمريكا. الأمريكان بيحكوا أنه عندنا حرب أهلية باردة، الأمريكان بيحكوا عن أمتين صار في بأمريكا، انقسام بين أديولوجيتين حاد جدا لدرجة ما عاد في حدا تقريبا بالمنطقة الرمادية لا يقدر هذا الحدث يستقطبهم. هو المجتمع الأمريكي خلص معبأ. ما في منطقة رمادية بأمريكا؟ لا هلا معك. وعلى شو عم بتصير هلا؟ يعني مثلا بس هلا استطلاع في منافسة. رح لك آخر استطلاع على المنطقة الرمادية. صح. آخر استطلاع بيقول إنه بعد كان في 6% اللي ما حسموا خياراتهم للتصويت. بيقول التقرير هذه أدنى نسبة في تاريخ الانتخابات. نعم. الأمريكية. بيعني إنه المنطقة الرمادية صارت ضيقة إلى حد بعيد، ما اختفت بالكامل بس ضيقة جدا. بالتالي اليوم الاستقطاب بأمريكا بين مجموعة الأمريكيين البيض الإنجليين اللي أغلبهم يعيشون في مناطق داخلية وريفية،
هول اللي بيعتقدوا انه العولمه وانفتاح امريكا على العالم اضر فيهم ديموغرافيا وثقافيا واقتصاديا ويريدون العوده الى النزعه القوميه، وبيعتبروا انه النخبه التقليديه عند الجمهوريين وعند الديمقراطيين ساهمت بالاضرار بمصالحهم، فقاموا جابوا لهم ترامب ليعاقبوهم. هذه مجموعه بوجهها في مجموعه ثانيه هي الامريكيين الليبراليين مع مجتمعات جزء من مجتمعات المهاجرين اللي بيعتقدوا بالتعدديه الثقافيه والانفتاح العولمي وان امن امريكا ورفاهها وفي دورها في الخارج ولا يمكن ان تعود كامه مغلقه على نفسها. والامريكيين مقسومين بين هالاثنين. والدليل اليوم الشراسه في الانتخابات الامريكيه، الدليل شو في حجم التقارير اللي عم بيحكي انه امريكا المره الاولى امام خوف حقيقي في عدم صدور النتائج بوقت قريب، الخوف من عمليات امنيه، الخوف من اعمال عنف، الخوف انه بعض الولايات اذا ربح ترامب او ربح بايدن تقوم بعض الولايات لا تعترف بالنتيجه وتسعى الى المطالبه بالانفصال، كله هو مجرد ان هي مخاوف يمكن لا تتحقق، بس مجرد ان اصبحت مخاوف بتشير قديش الانقسام حاد، لدرجه سالوا جمهوريين وسالوا ديمقراطيين انه قديش عندك رفقه من الحزب الثاني. وصلت الارقام لادنى مستوى في تاريخها، يعني كل واحد يقول انا عندي بعرف بس اثنين من الحزب الثاني. حتى اجتماعيا يعني صار في هون مناطق ترامب وهذه مناطق بايدن، هي شرائح ترامب وهي شرائح بايدن. معقول يكون هاي على سبيل النكته تلبنانوا مثلا؟ ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يكونوا تلبنانوا. واسوأ شيء واحد يسيبه مثل بلادنا. ايه 100%. طيب هل لبنان خلص ما بقى هو ناطر الانتخابات الامريكيه؟ كنا على اساس انه الرئيس سعد الحريري راكد لحتى يعمل حكومة قبل الانتخابات الأمريكية لحتى يستفيد لبنان من هذا الوقت الضايع، مثل ما قال حتى هيل، يعني ديفيد هيل هيك قال. اليوم لبنان يعيش على واقع شو؟ لبنان هلأ جينا على لبنان يعيش على واقع الانتظار حصول تحول ما في الخارج وفي الإقليم يساعد الطبقة أو المنظومة الحاكمة، منظومة الحاكمة في لبنان على الخروج من أزمتها. بمعنى رح أعطي مثال لتوضح الفكرة. نحن كيف عم نشتغل هلا مع وباء كورونا؟ بيجي بيقولوا إنه هذا الوباء كان طالع، خلينا هذا المنحنى ما يضل طالع، ننيمه شوي ليضل قدر المستشفيات تتحمل الإصابات، بنضل قد ما فينا منيمين وهيك، لأيمتى؟ شو عم ننتظر؟ أن نجد اللقاح، شاهية؟ المنظومة السياسية في لبنان تطبق تقريبا نفس التقنية اليوم، أنها نحن كمنظومة حكم في لبنان بالقطاع المالي والمصرفي والسياسي والطائفي اللي بدك إياه تعرضنا لخسائر، وقعت خسائر كبيرة علينا، منروح هلأ مندفع الثمن أكثر ولا منعمل تكيف مع الأزمة، منخليها ما تضل صاعدة، منبطئ منها شوي. مثلا كيف منبطئ منها شوي؟ كيف منهجر جزء من الشباب اللبنانيين، نخلص لنا من شي 100,000، بدل ما ينزلوا يحتجوا هون بيسافروا بيعطونا دولارات، كمان بيصيروا هون بيعطوا دولار بيساعدونا انه يجي تحويلات، بيساعدوا انه بيصير الدولار ب 6-7-8,000، فمداخيل اللبنانيين نزلت بهالمستوى، فهذا اخذت هذا الثمن من اللبنانيين. نعم. بعد شوي بروح على املاك الدوله بجيبها بحطها بصندوق بيستفيد منه كبار المودعين، وهذا الوقت شو بعمل فيه؟ بكون منحنى الأزمة عم بتكيف معه بانتظار شو؟ ما بدي أعمل إصلاحات، ليش بدهم يعملوا إصلاحات؟ ما هي الإصلاحات رح تصيب لهم مصالح. برأيك لا مش ما في إصلاحات. لا، أي شو مننطر؟ شو اللقاح اللي نحن ناطرينه؟ أن يحصل تحول في الخارج في الإقليم، بيجي الخارج بيعملنا تسوي بيعطينا شوية موارد وبيرجع بيخلينا نقدر نتكيف، ما يصير الانهيار أكبر من هيك. هذا هو رهان 90-95 إذا حتى ضل محطاط من المنظومة الحاكمة في لبنان، ولا حينه لن يكون هناك في لبنان لا إصلاحات جدية ولا خروج من الأزمة ومحاولة تكيف بالحد الأدنى، انتظار يصير تسوية في الإقليم، في حدا بيقول لك بنطر 2-3-4 ممكن يصير حرب وبيهزم حزب الله في لبنان، ساعتها بيصير هذا البلد بالحضن الأمريكي، بيجي الأمريكان بينقصونا، الكل مراهنين على الخارج بس كل واحد من وجهة نظر، لأنهم في الداخل إما مصالحهم صارت كلها يعني مشبكه بهي منظومه الفساد والاستفاده والريع وما بدهم يظهروا منها، او مصاروا هن عاجزين، يعني في مستفيدين وفي عاجزين وكل ناطرين. طيب. وكله بناء على بتتشكل الحكومه وما بتتشكل الحكومه، وهذا بياخذ هذا المقعد، هذا كله لعب لتضييع لتعبئه الوقت فقط لا غير، ولا له طعمه، وبالتالي بلبنان حاليا ما في حياه سياسيه، في هذه الكرنفال اللي نحن مبسوطين فيه وبنسال من ايمتى رح تتشكل ومش رح يشكلها، بس فعليا هي المقاربه. محبط يا واقع لبناني. لا الواقع اللبناني محبط. طيب. والدليل نحن صرنا هلا سنه وكم اسبوع من 17 تشرين صح.
اللي قال برأيه أنه أنا محبط يبعث لي هلأ على التليفون أنه شو هو الإنجاز الإصلاحي اللي من سنة وعشر كم أسبوع يبعث لي بس واحد يعني حدا من اللي بيعتبر أنه مقاربتي محبطة يقول لي مش مظبوط يا حسام بس الدليل أنه صار بهالسنة هذا الإجراء الإصلاحي المهم. أوكي أنا ما رح أقول لك هيك, أنا رح أقول لك يا حسام نحن أنا وياك في حلقات كتير بيناتنا وكان بهيدي السنة حتى قبل 17-20 ولا 17-20 ولا اليوم كنت دايما تقول بالحلقات معي انه على القوى السياسية انه توعى انه اليوم هي ما بقى قادرة تسيطر على الناس والجماهير بطلت قادرة تتصدق ولا هي بقى وفية لقيادات الحزبية, في غضب بالشارع وإذا القيادات ما رح تعمل إصلاحات حقيقية فنحن رايحين على غير مطرح. بعدك على رأيك؟ بعدني. كتلة الناس اللي هن ملتصقين اليوم بالأحزاب هي في أقل مستوياتها منذ نهاية الحرب الأهلية. أوكي. جزء كبير من الناس إما في منطقة رمادية أو صار في مكان آخر. بس هذا وين فينا نصرفه؟ هذا وين فينا نصرفه بالأداء؟ يعني هلا أداء مين؟ أداء الناس, أداء مثلا أنه ب 17-20 لأول وهلة شعرنا أنه كل قوى سياسية كانت فعلا خايفة من الشارع. قطع شهر مش الحال, تأقلموا وقدروا استخدموا أسلحة. هلأ أنت بدك تجاوبني بس اليوم نحن وين قادرين أنه نصرف هذا الغضب أو عدم الالتصاق بالقيادات الحزبية على مستوى المحاسبة على مستوى أداء القوى السياسية؟ مجتمعات ما بتتغير هيك. مجتمعات يعني كنت أنا ب 17-20 أقول وبعد منك ممكن أقيلها كذا مرة على التلفزيون وأقيلها بالندوات, نحن صار عنا احتجاج بال 2011 صار عنا احتجاج بال 2015 صار عندنا احتجاج الأكبر 2018-19. الباحثين بيقولوا هذه الاحتجاجات جزء منها بيشبه الأوبئة, بتطلع بتنزل بتعمل مثل ديل بترجع بتفجر بترجع بتعمل مثل ديل. نحن صار مرق عندنا ثلاث موجات احتجاج, كل موجة عم تكون أقوى من الثانية لأنه الواقع والمنظومة عم تكون أضعف ومستوى المحتجين وأعدادهم ومطالبهم ومصالحهم عم بيكون أقوى. نعم. كنت قلت لهم يوم هالموجة تاعت 2017 يمكن كمان يكون مصيرها في نهاية المطاف تنزوي بس هذه رح تقعد بثنايا المجتمع ترجع تغلي 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 وتفجر بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة بحسب مجموعة من السيئات وترجع تفجر إذا هذا النظام أو هالمنظومة ما قدرت تكيف حالها وتطور حالها. هلا هي عم تعمل تكيف بالحد الأدنى, بدنا نراقب بكرة مثلا بالانتخابات هذا بيتعبر عنه بدنا نشوف بيتعبر عنه إذا صار في كمل الانهيار وتسارة. بس منهم من يقول إنه هو للموجات يعني أو بيتكمل عنه بموجة جديدة. ما أسبق ما أنتجوا بديل يعني صح. هذه هل... يعني صح. يعني صح. هذه السلطة رح تبقى هي ذاتها. تبقى بس بتكيف. مش هي ذاتها. كيف يعني؟ يعني مشروعيتها أقل, قدرتها على العمل أقل, استقرارها أضعف, قدرتها على إنتاج توافق فيما بينها أضعف. شوف اليوم بدي يعملوا حكومة. إيه عم يتخانقوا. بس تمام. أنا كلبنانية أنا كلبنانية هي طبقة لكنها غير فاعلة. هي طبقة هي بقائها فقط مرتبط أن البديل قاصر ما نتج. نعم. مش هي باقي لأنه هي قوية لأنه في عجز من إنتاج البديل هلا له علاقة بالوقائع اللبنانية. بس كمان المجتمعات تفوت بمسارات مخاضات تغيير على مدى عقود من الزمن ما بتقلب, خاصة المجتمعات اللي بتشبهنا. نعم. فبالتالي هذا مسار نحن داخلين فيه أنه أنا عم بقول شو بده يصير ما بعرف شو بده يصير كيف تمشي الأمور بس عم بقول هذا المسار رأبيه في له نمط عم يمشي فيه. هذه المنظومة ما عم تتكيف اليوم بالحد الأدنى لتحفظ المكاسب الأخيرة المتبقية لها. يمكن تتكيف سنة سنتين ثلاثة بتشوف شو بده يصير بالإقليم. نعم. بتشوف بده يصير تسويات مش تسويات شو دور الخارج لبنان طيب. نعم. هول الطرف الثاني اللي عم بيحاول يبني بديل هذا بينجح بيفشل بيراكم على إخفاقاته وبيعمل نجاحات. هي كلها قضايا مفتوحة على النقاش مفتوحة على الأسئلة ومفتوحة على الاحتمالات. بس في مسار نحن واضحين أنه ماشيين فيه. كل عجز عم بيترسخ بهذه التجربة والطبيعة تكره الفراغ في محل تاني بتخلق بدائل هلأ بياخد أي شكل وهم ما عاد له علاقة الصح والغلط والحق والباطل يعني ما مش هون توازنات القوى والموارد هي بتحرك كل شيء. طيب فإذا نحن في المدى القريب في فترة انتظار في لبنان منظومة تنتظر أن يحصل شيء في الخارج ينعكس. نعم. عليها لحين عم تحاول تتكيف مع الأزمة تقدم الحد أدنى من التنازلات وتخلي الآخرين يدفعوا الثمن وتطول هذا المسار قد ما فيها. نعم. لحين ما يجينا اللقاح من برا بيرجع يعطيهم جرعة حياة. طيب. لحين هالبديل اللي عم بهذا البديل اللي بالشارع في عنده عدة تجارب, في تجارب عم تحاول تقدم أفكار, في تجربة راحت فاتت بموضوع التمويل وصار جزء من مشروع أمريكي حولت حالها أنه هي بدت تزيل سلاح المقاومة وساعتها بيجي بينزل علينا الرز والعز من فوق. نعم. ومدري من وين. وفي الناس أحبطت وظهرت من الشارع وهي
بدها تكمل امور هيك موجه كيف تتحول. نعم. دائما كان ينخلق عدو، يعني مثلا قبل غزو العراق كان شفنا القاعده بافغانستان، القاعده بالعالم، بعدين جت داعش، اليوم وكانه خلص خلص يعني عصر داعش، بدانا بعصر الفساد، وكانه اليوم يعني ما بنسمع الا من الامريكان والاوروبيين انه تعال بدنا نحارب الفساد، انه يلي ما بحارب الفساد بدنا ندبره. هل الفساد هو فزاعة جديدة ولا هو حقيقة اليوم ما بقى للبنان الا انه يطبق هذه الاصلاحات ويلتزم بمعايير مكافحة الفساد؟ اولا الفساد هو جزء من النظام الدولي، الهيمنة تقوم عادة من خلال نخبة محلية تقوم بالاستئثار، يعني بموارد الدولة. ما بيجي بحطوا لنا امريكان يسرقوا البلد هون. لا. ولا غير هون، الامريكي بيسيطر من خلال نخبه محليه فاسده، هي بيكون وكيلها، وهي من هذا الفساد بتلقط هذا البلد من خلاله. فالفساد مش انه هو انحراف اخلاقي، يعني بعض بيتعاطى مع الفساد انه ولو مش عيب عليكم، انه على اساس هي قضيه اخلاقيه، من قضيه اخلاقيه، هذه قضيه لها بنيه النظام الدولي وبالخيارات السياسيه. لكن الامريكان شو عملوا؟ بالموجه الاولى شو كانوا يقولوا؟ نحن نخنق حزب الله الى حين ان يرضخ. اكتشفوا بعد شوي صاروا يسمعوا أصوات تقول من لبنانيين أنه أنتم عم تدفعونا يا أمريكان صوب الانهيار، فقاموا غيروا الموجي، صار يقولوا إذا ما عملتوا الإصلاحات رح تدفعوا الثمن، يعني حول حاله من يقوم بالخنق إلى من هو جاهز للإصلاح إذا عملنا واحد اثنين ثلاثة، فصار هو اللي بده الإصلاح. وهون نقطة، شوف الأمريكان قديش مش أقوى دولة اليوم في العالم، أقوى دولة. طيب لما إجوا بدهم يحاربوا الفساد ما قربوا على جماعتهم، دقوا بالفريق الآخر. نعم. يعني حتى أمريكا بكل قوتها لما بتيجي تشتغل بالواقع اللبناني، قصدك ما قري، قصدك العقوبات يعني. ايه العقوبات، انه هي هل بدها ودولة قوية، يعني شو فرق معها لو حطت العقوبات على اثنين ثلاثة من جماعتها شو بيصير يعني؟ انه بتنهز موقع أمريكا في العالم. بس انه مش مستبعد على فكرة، مش مستبعد، بس عم بقول هلا هي هلقت حذرة. الغربيون لا يريدون مكافحة الفساد في لبنان، الغربيون يريدون استخدام موضوع الإصلاحات ليصلوا من خلاله إلى قضايا سيادية تمس المقاومة. يعني شو يعني؟ يعني أنتم بدكم تضبطوا لنا المرفأ والمطار والحدود بالعنوان، ممتاز، بتفوتي بتفتشي بيطلع أنه إحنا ما نسكر الحدود مع سوريا. للكلنا بنعرف أنه المطلوب منه قطع هذه الصلة البرية بين حزب الله والمقاومة وبين سوريا، بروح بكمل بقضايا اصلاحيه شوي شوي هذه العناوين الاصلاحيه. طيب انتم مطلوب منكم تروحوا تعملوا بموضوع الترسيم 1 2 3 لحاول من خلاله اخرق شيء له علاقه بالتطبيع. نعم. فاستخدموا اليوم ببلد منهار، راحوا قالوا الاصلاحات هي الظاهره اللي بتخبي من خلالها قضايا سياديه رح تبلش شوي شوي تبين. يعني بدل ما اجي على لبنان قل له ليكو بدي اخنقكم اذا ما بتنزعوا سلاح حزب الله، لقوا انه السكان قالوا لهم شو هالحكي، نقزت العالم وبينت كتير فاضحة، قالوا ماشي غيروا، ما رح ننقذكم، مش رح نخنقكم. هل ينجح الأمريكي؟ ما رح ننقذكم إذا ما عملتوا الإصلاحات، لأنه شو الإصلاحات؟ بلش يبين بالإصلاحات كلها قضايا سيادية مرتبطة بسيادة الدولة. أوكي. مرتبطة بالمقاومة. بس هي محل الإصلاح. مش مختلفين. إيه ما حدا عمل لك إيه؟ ما حدا عمل لك إيه؟ فهمت؟ الغربي فهمت. آخر همه. آخر همه مين هذا النظام الطائفي مين عمله؟ هذا النظام الريعي والمصرفي مين عمله؟ واضح. عملوه الأمريكان بعض الطائف، كل وقت كان يجي صندوق النقد والبنك الدولي يبعثوا له هدايا جوائز لرياض سلام إنه هو عم بيعمل إنجازات هائلة في لبنان والقطاع المصرفي وكله تحت حماية الأمريكان. لا فمتى من يقول فعلا أن هذه النقطة مهمة، هذا النظام المالي والمصرفي والسياسي في لبنان أنشئ عند الفرنسيين واستكمله الأمريكيين وحموه ورعوه لأن يضل البلد هيك ومصلحتهم، الآخرين خبصوا ماشي ما في مشكلة، بس عم بقول بالموقف الغربي هذه اللغة الخداعة إنه أنا جاي ادعم الان جي اوز بلبنان، عارف جاي لادعم الان جي اوز بلبنان انه لاعمل اصلاحات، جاي ادعم الان جي اوز في لبنان لانه بكل بساطه ما قدرت من خلال النخبه التقليديه اهزم حزب الله، بدي روح على مجال جديد الناس هلا منفتحين عليه لانه يقسم الطبقه السياسيه، بدي روح جيب كتله من الان جي اوز والمجتمع المدني اللي بيكونوا طيعين. نعم. في ناس ما راح تقبل، وحاول من خلال هول افرض على حزب الله تراجعات في الانتخابات وفي مشاكل. هلا حجم رؤية الأمريكي، هل ينجح الأمريكي في هذا الموضوع؟ هلا نحن بدنا نقيم شوي شو عم بيصير بالبلد. هل ما تقوله سر؟ ما تقوله دكتور منه سر، كلنا بنعرفه. هل ما تقوله سر على حزب الله؟ ليس سر، يعرفه حزب الله. كيف حزب الله؟ لأنه هو المعنى المباشر من وراء الموضوع، حتى قلنا ليش عم تركزوا بس على الحزب، هو المعنى، يعني مع مين بدنا نركز؟
شو الخطوات اللي عملها داخليا ليحط عازل بينه وبين هذا المشروع الامريكي يلي كنت لما سالتك هن مش بحاجه لاصلاح؟ ما سالتك عن عبس، هن بحاجه لاصلاح طبعا، انه بحاجه، مش انه عم يجوا يقولوا مثلا شيء ما بده اصلاح، لا تعالوا نروح، لا، في عم بيروحوا يقولوا على مؤسسات هي ناخرها الفساد بدها اصلاح، بس من وراها بدها اهداف سياديه. هل حزب الله هو عم يعمل عازل حقيقي وقوي امام هذا المشروع الامريكي، ولا لا هو ضايع بقلب هذه المنظومه اللبنانيه السياسيه؟ بعتقد هو لحد معين، يعني مثل ما قال، بعتقد كان كتير واضح سمحت السيد بالمقابله مع الاستاذ بوسينا الليق، قال انه بالنهايه هذا نظام طائفي، اسهم طائفيا يعني. ونحن اذا هو قربنا عليهم رح يعملوا حرب اهليه، وحرب اهليه بيجوا الاخر شيء الامريكان بيدعموهم وبيفوتوهم ضدنا وبتفوت المقاومه مشكله داخليه، وبالتالي نحن حدود دورنا في الداخل مقاربه الحزب، انه انا بشتغل بالمقطار اللي ما بيعمل مواجهات وصدامات مع الافرقاء المختلفين من ميلتي ومن ميل الثاني. بهالمقاربه المحدوده الامريكي يستفيد من هذه المقاربه انه يبني مسار بيعطي برايي الامريكي ممكن يعطي نتائج بعد سنوات. يعني الامريكي من 17 20 لهلا كان عنده هدف يلحق هزيمه ساحقه بالحزب وحلفائه، واضح يعني هذا هو هدفه. نجاح؟ لا، ساحقه لا، بس هزيمه. شو يعني ساحقة وشو يعني؟ يعني كان مطلوب مثلا انه حزبه انه يسقط المجلس النيابي ويسقط فخامة رئيس الجمهورية ويقول العهد انتهى ويصير في عندنا الغاء كل نتائج الانتخابات النيابية ونروح على انتخابات مبكرة وتيجي أكترية جديدة. يعني هي مشروع الأمريكي مش عملوا هن 17 20 ليعملوا هيك، هن استفادوا من مجموعة عوامل راحوا لقطوا جزء من هذا اللي بالشارع ليدفشوا بهذا الاتجاه. خاصة انه قد ايه حققوا؟ اللي ساعدهم انه الأكترية اللي كانت موجودة في الحكم هي الرابحين في الانتخابات النيابية الأخيرة، يعني حزب الله وحلفائهم. هذا اللي ساعدهم، هذا كان هدفهم كلي. حققوه بالواقع؟ لا ما حققوه، لكن بما أنه البلد عم بينهار في مسار انهياري وبما أنه حزب الله وحلفائه هن في مواقع رئيسية داخل الدولة برئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، أكترية مجلس النواب، بما أنه هن هيك، الأمريكي لم يحقق، لم يصل إلى 100%، لكن حقق 20-30%. طيب الامريكي بس لحظه 20-30% بس، خلينا نفترض، انا عم بسالك، لا ما هلا مش عم بحسبها، عم بقول انه حقق بس جزء. خلينا شوي انه مش نحسبها، مش عم لك احسبها هلا، بس خليني اقول شو في الفكره. بس انا برايي انه هو يحقق جزء من اهدافه بالتدريج، وبيقول انا عندي وقت. يعني بتقول له هذا المسار بس يمكن يعطيك نتائج بعد 5-6 سنين، بيقول الامريكي ماشي. طب انا شو رايي بعد هلا 5-6 سنين؟ يعني بالنسبه للبنان شو هو؟ من يقول انه مستعجل، انه الامريكي مستعجل لانه عندنا التطبيع، بلشوا الدول الخليجيه، الرئيس السوري هلا ناطره بعد شوي رح اسالك عنه قد الساعه، يعني بدنا انا برايي انه مستعجل، بس انه مش مستعجل هو يعني ولعبه الوقت. نسبيا نحن في موقع الاضعف في لعبه الوقت كلبنانيين. نعم. ككل، بالتالي الاو امريكا عم بقول من سنه لهلا حققت 20-30%، جيد، ما زال هذا المسار عم بحقق نجاحات ولو بكلفه عاليه، لو بتعب، لو عم حط موارد كثير بلبنان، ولو بس ما انه هو عم يمشي كمل فيه. ليش عندي خيار ثاني؟ ما اقدر اقتل حزب الله وانتصر عليه عسكريا، ولا اقدر ادفع اسرائيل تعمل لي تلحق فيها هزيمه عسكريه، عندي هذا المسار اللي قائم على هذه الخلطه من العمل السياسي والامني والشعبي والاعلامي. طيب كمل بدفع بهذا المسار، بشو مستفيد؟ مستفيد أن لبنان في مسار انهيار. نعم. العربية نازل ينزول. فبهاني برأيي بتموضع المنافس في لبنان اليوم للأمريكي أفضلية في الواقع اللبناني، أفضلية في الواقع اللبناني. وممكن إذا قدر يراكم عليها بيضل بهذا الوقت عم بيراكم عليها، يمكن في مكان ما أن يحقق نجاح. لهلأ تكيف حزب الله مع جزء كبير من هذه الأجمة وتحمل خسائر في مكان ما. كرمال هيك والمسار العام برأيي مش بصالح الحزب. هيدا مسار العام منه بصالح الحزب كل، بس كيف تتحول الامور هذه معركه بعدها مفتوحه. يعني كان يصير سابقا في مكان ما فتره الامريكي بيعمل اندفاع، بيرجع الحزب بيتكيف معه بيحتويها وبيكمل. فهذه مساجله مجددا، هي كله ما فيها نفهمه اذا، لانه هذا كله مرتبط بما سيجري في الاقليم وما يجري في الاقليم. يعني مواجهه في لبنان، هذه الصدام في لبنان مش منعزل عن كل الاقليم وعن كل الصراع بين امريكا وحلفائها ومحور المقاومه. بالتالي ما ناخذ كل هالاعتبارات، بمعنى لاقول فكره كثير مهمه للناس يسمعوها، لا يمكن ان نحدث حلا في لبنان بمعزل عما يجري في الخارج. يعني الازمه في لبنان بمقدار ما لها عوامل داخليه هي مرتبطه انه احنا دوله من دول العالم الثالث، في نظام دولي يقوم على تهميشنا في بلد غير لا عنده ثروات طبيعيه ودوله غير منتجه، كيف بدكم تنهضوا؟
بالتالي مش مشكلة بس فساد، إذا صغرنا مشكلة البلد إنه بس في فساد، طيب وقفنا الفساد شو، وين المصانع؟ عندنا ثروات طبيعية، شو مننتج، شو منبيع؟ طب ما الأمريكي إذا راح لقى دولة مش بتابعة وملحقة له بيدمرها قطاعها الصناعي وبحط عليها عقوبات أو بيشن عليها حرب وبيدمرها. بالتالي يعني إحنا الله بلينا باثنين، بلينا حدا إنه كل الأزمة هي أزمة داخلية، وإذا حلينا شوية كم مشكلة فساد تدفق الخيرات. هلا من وين ما حدا عارف كيف تدفق الخيرات. وفي واحد تاني بيقول لك ما في، هذا كله بالداخل ما له أهمية، هي كلها معركة كبرى بالتاريخ المجرة البشرية والكوكب، وبس نخلص بتيجي لبنان. يا خي طلب لا هادي ولا ها. هو قضايا كتير متشابكة وكتير متداخلة بعصر، بعصر مثل إحنا عايشينه. طيب هاي مقاربة بدي افهم العوامل الداخلية والعوامل الخارجية وكيف متشابكة فيما بينها، لا أقدر أطور مقاربة تكون متوازنة نوعا ما. نحن بلد صغير بالجغرافيا، نحن بلد معنا موارد طبيعية، صغير بالمفتتة هويتنا الوطنية، بلد ضعيف عسكريا إذا عم نحكي على المستوى الرسمي. طب أنت وما عندك ثروات طبيعية وما عندك صناعة وما عندك تنمية، هول إذا حلت الفساد ما بينحلوا كل ما بينحلوا. نعم. أنت بدك تعيد إنتاج هويتك وعلاقتك بمحيطك وتكون فوت بدك تضلك باقتصاد هذا النوع من الاقتصاد ولا تروح على نموذج تاني؟ هل بدك تندمج مع محيطك اللي تعمل تنمية اقتصادية، تفتح علاقتك مع سوريا مع العراق مع هذا المحيط العربي الموجود؟ شو بدك تعمل؟ هي أسئلة ما لها علاقة إنه في واحد فاسد ومش فاسد، هو بيتقاطع مع بعض صح، بس مش إنه بس حلينا مشكلة الفساد ينحل كل شيء. علينا أن نصلح السياسات في البلد، سياسات المالية والسياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية، ومن هني حلفائنا ومن هني شركائنا، من نوع خياراتنا، من نفتح على دول مثل الصين ومثل روسيا ومثل إيران ومثل العراق، ومن ضل على علاقتنا مع الفرنسا ومع الأمريكيين، ومن نوع ومن نعمل هوية وطنية ومنحمي قوتنا وسيادتنا، منروح شوف شو عنا عوامل قوي بدل ما نضل من اسمين على قضية المقاومة، لا منروح نعتبرها جزء من رصيدنا اللي بناه هذا الشعب، ومنروح نتفاهم نعمل تفاهمات حولها على قاعدة حمايتها لأستفيد منها ولا لا. فإذا تصغير مشكلة لبنان إنه في فاسدين بكون عم بلحق اللعبة الأمريكية، إنه بنتوا بس مشكلتكم إنه حلوا كم واحد فاسد بيمشي الحال، هذا كذب بالضبط. يعني انت لا من شيء اللي عم تقوله كمان في كان نقاش صار على خلفية حديث لكلودين عون ابنة رئيس الجمهورية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، كان حول مسألة انه السلام مع اسرائيل، انه اليوم في كثير من اللبنانيين بدهم السلام مع اسرائيل ولكن تحت شروط معينة، انه لا شروط انهزامية، يعني انه نروح انبطاح يعني ونعمل سلام مع اسرائيل، بس بنفس الوقت ما بقى بدهم حرب، يعني بيقولوا انه لبنان خلص يكفيه يعني اللي مرق فيه. وما قالته كلودين كان في كتير تفاعل معه، تفاعل منهم سلبي ومنهم إيجابي إنه لبنان مقسوم. في هلأ بنناقشه أنا وياك إنه اللي قالته، خلينا نبلش فيه لأنه نرجع منلحقه بعدين بقديش في بلبنان على الرغم من إنه هو بلد صغير، قديش في ناس بكل منطقة بفكروا شكل وما بيعرفوا بعض. يعني أولاد جونية ما بيعرفوا أولاد النبطية ولا حتى بفكروا مثلهم ولا بيعرفوا شو بفكروا ولا صح. وجوني بعيدة عن نبطية هي ساعة بالسيارة. كل بارحة قاعد مع صديق محامي قال لي شغلي هيك اللافتي، قال لي بال2006 هو ترك الجنوب بعد 11 يوم وطلع على ضيعة من الضيعة بجبل لبنان، كان قاعد حط قاعة أحراس، قال لي أنا قاعد بهالضيعة 22 يوم حضرت 22 عرس بعز الحرب، كان عم بيحاول يقول لي وهذا ما له علاقة سنة وشيعة ومسيحيين، له علاقة بالتماسك الجغرافي. في ناس قاعدين بهالمنطقه الجغرافيه اللي من صاروا من 60 سنه يعتد عليهم وعلى اعراضهم وعلى كراماتهم وعلى بيوتهم وعلى ارضهم ويقتلوا ويشردوا، طبيعي شعورهم بهذه القضيه يكون مختلف اضافه لاسباب تانية. بس كان عم بيقول لي انه هذا الانقسام اللي عم تقولي عنه في مكان ما موجود. المشكله مش انه اذا يعني السؤال على طول مش ماذا يريد العرب من اسرائيل، سؤال حقيقي ماذا تريد اسرائيل من العرب. يعني اسرائيل انه نحن بنعمل مع سلام لكن مش منبطحين، بناء على ماذا انه نحن مش منبطحين؟ يعني شو مقدرات القوه؟ نعم. لنقول مش منبطحين انه عندنا بلبنان مثلا في حتى هي كلودين من دون ما تقولها هيك، بس انه كان في مبادره العربيه للسلام عام 2002 وفي لبنان يعني عنده تحت سقف. ليش اسرائيل موجوده بالمنطقه؟ ليش الغرب يدعم اسرائيل؟ في اسئله رئيسيه. اسرائيل مطلوب منها أن تكون هي الدولة الأقوى في المنطقة التي تهيمن، مش أن تدخل في علاقات متساوية. دولة مهيمنة هي تخدم مصالح الغرب في المنطقة وبالتالي تكون كذلك على محيطها بالتحديد. يعني ممكن يتسامحوا مع نمو دور الإمارات دور السعودية، ليش؟ ليحطوه في إيران.
يعني أمريكا بتقبل كوريا الجنوبية واليابان يقووا ويتعملوا تحديث لاقتصادهم، ليش؟ ليحتووا مين؟ الصين. أمريكا وإسرائيل ما عندهم مشكلة بالإمارات تأخذ دور بمكان ما إذا هذا بيساهم باحتواء إيران، بس بمحيطها يجب أن يكون محيط إسرائيل فقيرا وضعيفا وما في تنمية ومأزوم لتظلها إسرائيل آمنة ومستقرة وتكون مركز الإقليم. طيب هذا شعر الوقائع. مين بمحيط إسرائيل عمل تسويات معها؟ أردن، مصر، السلطة الفلسطينية. يفوتوا يشوفوا لنا الأوضاع الاقتصادية المنهمرة والخيرات اللي نازل عليهم. هذه الدول اللي عديتها من أسوأ الدول اليوم في المنطقة في الموضوع الاقتصادي. هو ما راحوا متساويين، هو انبطحوا انبطاح. شو عطوهم؟ يقولونا يلا يقولونا طلعونا الأرقام بتاعت مصر والأردن والسلطة الفلسطينية. طب هل بنرى؟ وين هذا الخير؟ مش إنه راحوا قالوا لهم نحن وياكم علاقات، قالوا لهم اللي بدكم إياه. وين العز؟ وين النهوض؟ طب لبنان إسرائيل دورها لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان محيطها فاشل ومخرب ومستتبع. إذا اليوم الإسرائيلي عم بيحكينا بشوية منتبه كيف عم بيحكينا، نحن أوايا اليوم ننزع عناصر القوة، بكرة الإسرائيلي بيعاملني مثل ما بيعامل السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية. ما فينا نحكي نحن شو بدنا من إسرائيل انطلاقا من نوايانا، من انطلاقا من فهم دور إسرائيل وموقعها داخل المنطقة، وثانيا من فهمنا لموازين القوى داخل المنطقة. ثلاثة، من هو هذا قصة انه احنا بدناش نضل انه رايحين نحارب؟ مين اول شيء رايح عم بحارب؟ مين هو رايح عم بحارب؟ نحن عندنا قوة مقاومة، يعني تقول المقاومة ليل نهار ان وظيفتها الرئيسية هي الردع، الردع ليضلوا اللبنانيين امنين ليقدر يبنوا بلادهم. يقول السيد انه يريد الدخول الى القدس. ايمتى؟ هذا في جزء الهدف الايديولوجي والثوري النهائي. لكن هو حتى لما حكي عن دخول الجليل كان يضعه ضمن اطار ردعي، اطار ردعي، عم بيقول لهم اذا حاولت تشنوا علينا الحرب نحن قادرين نروح لهنيك ليرضعنا على الحرب. المقاومه دوره ردعي، مش فاتحين الجبهه وقاعدين ليل نهار عم نقاتل فين للجماعه. ما نحن كمان هالمقاومه تفهم توازنات القوى وبتعرف بالوقائع وبتعرف شو بتحتمل الواقع، مش انه ناس جايين مدري من وين وقاعدين عم يزتوا حالهم هيك. لا، المقاومه دورها ردعي. إسرائيل هي دولة الاعتداء في المنطقة، إسرائيل هي دولة الحرب في المنطقة. إسرائيل اليوم الإمارات والسعودية مزدهرة أو فيها الازدهار مع الفوجوات اللي داخلها، دول نفطية هائلة ملحقة بالمنظومة الأمريكية وعم تأدي دور. نحن ما عندنا هالشيء. طيب. كل محيط إسرائيل في أهم من مصر بالعفو، ما بعتذر اليوم عم طول أنا بالحكي. لأنه وياك أول حلقة هون فعم استغل الفرصة. مصر هي أهم دولة في العالم العربي، مش هيك؟ ايه وضع الاقتصادي سيء. ليه طيب. يعني طب نحن شو هالقصة اللبنانيين بدهم يقوموا هن يكافئونا هالمكافأة العظيمة ويحولوا لنا بيحولوا لنا بلادنا لشو يعني؟ ما لا، لبنان عنده مقدرات يعني بيقدر يسوي بموقعه الجغرافي جاي الحكي هذا بكتاب الجغرافيا تاع الخامس ابتدائي منيح هذا حكي هذا بعصر اليوم موقع الجغرافي ولبنان يحب المغامرة وشو لا بس فعلا لبنان موقع جغرافي ما بيساعده انه يكون بلد مش فريد على كل ماشي بس انه مش هالقصة العظيمة والهالي يعني. طيب شو رأيك بكلام الرئيس السوري بشار الأسد؟ هذا الموقف الرسمي العربي، الموقف الرسمي العربي يقول معادلة الأرض مقابل السلام. العرب قالوا من بيروت من بيروت، مش من حال غريب. نعم. إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. نعم. التي تشتمل على أراضي 67 في فلسطين المحتلة، إذا عملت كل هول نحن العرب جاهزين نحن نعمل سلام مع إسرائيل. شو عملت إسرائيل هلأ؟ شو قالت لهم الجولان؟ شو قالت إسرائيل؟ الجولان أصبح أرض إسرائيلية واعترف فيه الأمريكان. صح. والضفة الغربية عملوا عملية الضم، بعد في عملية سلام. العرب راحوا للأخير مع الإسرائيليين قالوا يا خي عطونا أرضنا و48 مسامحينكم فينا 67 وبنعمل سلام. هذا الموقف الرسمي العربي. الرئيس بشار الأسد عم بيقول إذا عملتوا هو كلهم. طيب هو بتقديرك حطي حالك محل تقديرك، هو بيعتقد أنه رح يعملوا هيك الإسرائيلي؟ يعني الإسرائيلي بتقدير الرئيس بشار الأسد رح ينسحبوا من الأراضي المحتلة جد هلأ؟ يعني هذا مزح. ما بعرف. لا شو ما بتعرف، جماعة راحوا قالوا هذه الجولان أصبحت أراضي دولة إسرائيل وخلصنا وما عادش نفاوض. بس قصدك أنه سوريا ليست منفتحة على حل مع إسرائيل؟ بلا، إذا انسحبت من أراضيها بلا. المشكلة لهالكل ما بده حدا يستوعبه، الطرف الآخر صار في مكان آخر، انتهت عملية السلام بالنسبة للإسرائيليين. ما يسمى السلام اللي هو كنا نقول كله تنازلات، إجوا الإسرائيلي قالوا حتى هذا المقدار من التنازلات ما عاد بدنا إياه، نحن صرنا أقوى من هيك لدرجة الأراضي اللي أخذناها لكم إياها هذه إلنا، وروحوا بلطوا البحر.
نحن لحقنا بس طبعا نعمل سلام بس ما انتهى المسار. طب هل لبنان اذا كمان الموقف الرسمي اللبناني اذا سحبت اسرائيل من الاراضي المحتله العربيه ان شاء الله بنحكي فيها بس ينسحب. يعني احنا ليش يعني هذا هيك الزحف ما راح يوصل لمحل. اول شيء هذا الزحف ما بيعمل تحولات سياسيه بلبنان، ما راح يحل حدا. شو هو الزحف؟ ما قالته كلودين؟ لا لا عبول، لا 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 هذا المشهد في ناس، لا لا ما تبعت كثير صراحه شو قالت. مين ما قال انه هذا الركض بنروح نعمل تطبيع وخلص انه مش بدنا بهالقضيه ونحن رايحين على السلام. هذا زحف. طب هذا الزحف. طب خلينا نروح. اول شيء راني يصل الى مكان وهذا بيتحقق بلبنان بحاله وحده. نعم. اذا هزم مشروع المقاومه في لبنان فيكم تروحوا تعملوا اللي بدكم اياه، وبس تعملوا اللي بدكم اياه راح يجوا الاسرائيليين يدعسوكم مره ثانيه بلبنان. طيب. يعني هو اللي مبسوطين بالتطبيع. طب الا تعتقد اليوم ولا حين انه يهزموا مشروع المقاومه في لبنان لحينها؟ شو لحين هلا؟ بس ما هلا باول الحلقه بعدك عم تقول لي المسار ليس مسار لمصلحه حزب الله. عم بيقولوا في مسار انه فيها تراجع سياسي، في مخاطر سياسيه شيء. لا المسار هو مسار لبنان ان شاء الله. هذا بياخذ 100 سنه، ما قلت مسار وبعده مفتوح على تحولات كل وقت في شدد، مش قلت هيك؟ صح. فاللي بدهم هزيمه مشروع المقاومه في لبنان لا يروحوا يعملوا التطبيع والسلام، وراح اقول لهم بعد منا راح يرجع يدعسوهم الاسرائيلي، راح يرجعوا لهالكلمه. طب خلينا يدعسوهم. طب خلينا لوقت ما يهزم مشروع المقاومه. طب خلينا نناقش انا وياك. خلينا فرج ورحمه. يعني فرج ورحمه. خلينا نناقش انا وياك بالاختلافات الثقافيه بلبنان. طب بالوقت اللي حضرتك عم تقول هيك في يكون بكره يجي ضيفه حدا تاني من منطقه تانية يقول عكس هيك. صح. وهيدا ما بدل على انه لبنان اليوم او على الاقل القوى السياسيه والقوى اللي عندها قضيه يعني مثل حزب الله لانه هو عقائدي وعقائدي وعقيدته لا تعنيه فقط له، تعنيه وتعني اللبنانيين وتعني الدوله اللبنانيه وتعني الجميع، لانه فاليوم في اختلافات ثقافيه واجتماعيه كثير بلبنان. كنا عم نقول انه ساعة فرق بين منطقه ومنطقه فيهم يجهلوا. صح. صح. يجهلون تماما ويعتبروا انه مصالحهم مش نفس الشيء. يعني مصلحة مثلا أولاد جونيا، مش عم بحكي باسمهم لا عم بعطي مثال، هي غير مصلحة أولاد النبطية. يعني مصلحة المتخيلة المتصورة في العمق مصالحنا وحدة، بس المصالح المتخيلة ماشي هي مختلفة. تعال نناقش بهذا الموضوع. شو عم يعملوا اليوم القوى السياسية أو على الأقل حزب الله لأنه معني أول في هذه القضية لحتى نصير كلبنانيين مصالحنا واحدة، رؤيتنا واحدة، ثقافتنا واحدة على الرغم من الاختلافات الدينية والعادات والتقاليد؟ يعني هاي عادات وتقاليد بتبقى. حزب الله اللي هو عم بيقول بكل منطقه انه كل وقت بيقول انا بدي اشغل بلبنان من خلال مؤسسات، بدي اشغل من خلال التوافق الوطني، بدي انبذ اي صراعات داخلية واستعمال عنف في لبنان، كل وقت عم بيقول انا مشروعي عم بحاول يقدمه للبنانيين ويفسره ويترجمه ويروح يبني تحالفات سياسية مع السنة ومع مسيحيين ومع كل الأطراف، ويقول أنا ما بدي هيمن على البلد ولا على النظام السياسي رغم أنه حجمي 1-2-3 أنا عم بشتغل كقوة بهذا الحجم. حزب الله عم يقول هذا النوع من الممارسة بس هو يقول فقط لا يعمل. مثل قولي لي وين حزب الله عم بيعمل؟ هلا لبنانيين مثلا بيقعدوا بيتذكروا عم بيحكي يتذكروا. قولي لي انت معهم خبرك. قولي لي وين حزب الله يهيمن في لبنان؟ عم اقول لك لبناني. في بعض اللبنانيين بيتذكروا انه مثلا حزب الله عطل عمل مجلس النواب كرمال ينتخب رئيس جمهوريه حليفه بالدستور. شو بالدستور؟ خلى بالدستور ولا من داخل النص الدستوري؟ حتى لو كان من داخل النص الدستوري سنه عطل مجلس النواب سنه كرمال رئيس الجمهوريه. الطرف الثاني بالبلد شو الدستوري تعطيل مجلس النواب سنه وسنه كامله كمان فراغ رئاسي كرمال يجيب حليفه رئيس الجمهوريه؟ هذا الامر جزء من الممارسه السياسيه في بلاد مثل بلادنا، جزء من الممارسه السياسيه من داخل النصوص الموجوده. وهذا الاخرين ايضا لما تكون مصالحهم ما مثلا قديش كم مره تيار المستقبل غاب عن جلسات مجلس النواب لما كان هناك تصويت على قانون انتخاب ما كان بيناسبه. هذا النوع من الممارسه ببلاد هو ممارسه مشروعه بتوافق بتحبيها ولا ما بتحبيها، بتوافق عليها ولا ما بتوافق عليها. مش قصدي بحبها او ما بحبها، بس الممارسه هي ممارسه شرعيه انها من داخل النظام من داخل المؤسسات ومن داخل القانون بكل بساطه. يعني حتى بالقانون ممنوع يشتغل شو بيعمل يعني؟ هذا ممارس من داخل القانون. ممارسة من داخل القانون. إذا القانون بالبلد وهو هيك والدستور بالبلد في قلبه بألف ثغرة، قال له سمحت السيد طائي جماعة نعم مؤتمر التأسيسي نعيد النظر في تطوير اتفاق الطائف، شو نرد عليه؟ قالوا له أنت جاي تجير قوتك في الإقليم. قال له يا جماعة ليس كذلك. أنه أنا عم بسألك هلا أي مؤتمر تأسيسي أي نظام جديد للبنان ألن يكون فيه للطائفة الشيعية
دور اكبر من الدور اللي اخذته بالطائف، اصلا ما كان في دور بالطائف. فشو قام قال لهم سمحت السيد مؤخرا؟ صح سؤالك محق لانه هي السياسه. قام قال لهم سمحت السيد نحن جاهزون لهذا الامر ان حصل هناك اجماع. شو عم بقول لهم للكل؟ انه اذا ما بدكم لا الفيتو معكم. انا قوي بس الفيتو معكم. كمان ما بده. وفي يقول لك ليش ما بده؟ يعني الامور واضحه مش هلا. ليه ما بده؟ لانه موازين القوى تغيرت. ولانه حكما موازين القوى ستغير. لانه نحن كل بالبلد الثانيين اخذين حصه ونفوذ بالبلد استنادا لتوازنات كانت سابقه ومش مضطرين يفتحوا هذا الموضوع على النقاش. لانه بطل عندهم توازن. تمام. حزب الله عم بيقول لهم يا جماعه انا ما بدي اعمل معكم مشكل. للمسيحيين هن اكثر. لحتى السنه لا، حتى السنه. السنه ما بيناسبهم اليوم اعاده النظر بالطائف. ايه وما بيناسبهم. والمسيحيين ما بيناسبهم لانه خايفين من المتالته. صحيح. حزب الله قال لهم يا جماعه ماشي مثل ما بدكم. ما بد ما يعني. في حدا يعني حزب الله اليوم ليكي. بس حزب الله اليوم بس صديق إيراني بدي لا خليني لك بس في ميزان حزب الله يقول يا أما سلاحي هذا بعدين حتى إذا بدك تقول بعد 100 سنة خلينا نحكي إنه يا أما القوة بسلاحي يا أما تعال نعدل النظام بس إنه أنا ما فيني أخسر على الميل تاني. قوة سلاح حزب الله بالداخل هي شك بلا رصيد فعليا يعني في تجربة سابقة ما بتبين بحالات ما هي نفسها التجربة هي دليل اللي انا عم بقوله يعني على طول بيرتكبوا خطأ اللي بيكونوا عم بيسجلوا بتيجي بتقول له واحد انه لا بيقول لك مبلا في هالحالة في قاعدة بتقول هذا الاستثناء الذي يدل على المبدا انه مازال ما قلت لي في هالحالة عم تأكدي لي انه بالاصل هو مش هيك انه الا استثناء دليل البسيط حزب الله هذا الاخوان بالانتخابات النيابية الأخيرة معه 350 ألف صوت تفضيلي لحاله حزب الله بالبلد عند حلفاء بعز الانقسام الطائفي والمذهبي بالمنطقه بلبنان حلفاء حزب الله كان يجيبوا السنه 30% حزب له وجود شعبي تاريخه وتجربته وتضحياته وفي ناس ما بتحبه ومش موافقه وحقه تصطف اللي تعمل اللي بدها اياه بس انه مش هو حامل بوريد ولح العالم صديق ايراني كان قال لك انت قاعد مع مجموعه بلبنان قال له انتم مهيمنين قالوا له انتم مهيمنين على البلد نعم قال لهم عدوا لنا دائما في هذا في هذا الشعور دكتور حتى اذا حضرتك عم تقول مش مزبوط بس في هذا الشعور عند كل الطوائف اليوم انه حزب الله مهيمن على البلد ومهيمن على الحياه السياسيه بالبلد مشاعر في ناس وهلا بتشكيل الحكومه اذا حزب الله ما بده عمل مثلا قصه الطائفه حقيبه المال اخذها لانه مهيمن على مش عمول انا في شعور في كلمات اللي مهيمن مش بيقول في هالوزاره بتعطوني اياها هذا مش سلوك مهيمن. طب شو بدنا نسوي؟ شو بيقول؟ بيقول أنا بدي هالحكومة كلها أوكي. واللي معاجبه أهلا وسهلا واللي مش عاجبه بدي وقفه على الحيط وأنزله أكلي هذا المهيمن. طب أعطيه صفة هذا اسمه أنا عم بطلب يعني أنت أعطيه صفة هذا بالنظام التوافقي التوافقية الطائفية التوافقية اسمه هو حق الفيتو اللي كمان الآخرين لما بيضربوا إجرهم بالأرض كلهم واليوم صار تيار وطني الحر من عدة سنوات صار معه حق الفيتو أولاً لأنه عنده تقله الشعبي وثانياً لأنه عنده حليف قوي طيار المستقبل عنده حق الفيتو وليد جنبلاط عنده حق الفيتو حزب الله وحركة أمال معه حق الفيتو نعم. هلأ بيستعملوه هون صح بيستعملوه هون غلط كله نقاش تاني بس بالأصل هذا حق موجود عند الجميع لو حزب الله مهيمن حزب الله بمناطقه يروح يجيب لهم محطات كهرباء إيرانية ويركبها إليلي دور ونفوذ إيران في لبنان الاقتصادي ليكي هذا المطار هي وينه قد بعيد عن الضاحية أصلا المطار بقلب الضاحية مش هيك؟ نعم الشركات الإيرانية الطائرات الإيرانية ممنوع أن تزود بالنفط في مطار بيروت وكان وزير الأشغال حينها ولفترة طويلة هو من فريق الحلفاء لحزب الله تتخيلي في طائرة مساعدات جابوها الإيرانية هلا وقت انفجار بيروت رفضوا اللبنانيين يعبوا لها نفط قالوا له ما فينا في العقوبات الأمريكية أمين هذه إيران اللي مهيمنة على البلد نعم. ما فيها تعبي لطياراتها نفط بمطار بيروت طب هذا دليل بس هذا دليل إيرانية. شو هذا دليل على أنه المسار ليس لمصلحة هذا المحور مش لا الأصل أنه حزب الله وإيران ما عندهم طموح يصرفوا نفوذهم في لبنان لأنه مش هذا مشروع مش أنه لسه علاقة بالأخلاق برجع أنا عطول بقول ما لا بالأخلاق مش عندهم مشروع اسمه أنا سيطر على لبنان ما عندهم المشروع جماعة عقلهم بدهم استقرار في لبنان بدهم الشراكة مع اللبنانيين عندهم مشروع بتوافقوا في ناس بوافقوا عليه ما بوافقوا عليه له علاقة انه هن يقاوموا منظومة الهيمنة في المنطقة والاحتلال هلا في حدا بيعترض حدا بوافق ماشي بس ما عندهم مشروع اسمه الهيمنة واحتلال لبنان نعم طيب خلص وقتنا بس عندي سؤال اخير اليوم كنت دائما تقول لي انه اذا صارت الانتخابات هلا هالقد بس بيكون عندهم القوى السياسية يعني هالقد مثلا 20% 30% اليوم اذا بكره صارت الانتخابات بترجع نفس الطبقة السياسية بهذا القانون الحالي بهذا القانون الحالي بعتقد هلا هذا رايي هون خليني اقول مش عم بعطي راي علمي عم بعطي راي حدسي مع شويه ارقام براسي بس بعتقد
60 ل 70% من الموجودين بيرجعوا بهذا القانون، وفي يمكن 20 ل 30% نشوف وجوه جديدة، وجوه جديدة، لأنه راح يصير هو التالي. راح يضل هذا يعني راح يشغل هلا اللي عم ينشغل بالبلد ما يسمى المجتمع المدني حاليا، بلش عم بيعمل أحزاب هلا هذا مشروعهم، عم بيعملوا قوة حزبية بلشت تنظم حالها، لأنه هني شافوا أن البقاء كجماعات مجتمع مدني لحاله مش كافي، فعم بلشوا ببناء أحزاب وإلى آخره. أولا سيدخل جزء من هؤلاء إلى داخل اللعبة السياسية، جزء منهم سيتحالف مع قوى 14 أذار، وجزء منهم سينزل بشكل مستقل. اثنان راح يكون في وجوه مستقلة زيادة، يعني تتحالف يعني الأحزاب بالمرحلة المقبلة ما راح تكون هي رافعة لشخصيات، راح تصير بحاجة تتحالف مع شخصيات لتعملها رافعة. بالمجال الشيعي راح يكون التحول كتير ضعيف وضئيل معروف له. المجالين المجال السني هو مجال اللي فيه نوع من التحول، والمجال المسيحي بيشهد اعلى مستوى من التحول. هلا قديش عم بعطي رايي انه 20% 30%، هذا له علاقه بمجموعه كبيره من العوامل، من هلا لسنتين ما بنعرف شو رح يصير بالبلد، بس تقريبا في جزء لا يقل عن نصف اللبنانيين اليوم، كل الطبقه السياسيه في لبنان تقديري قاعدتها الصلبه اللي متلفه حواليها مش يعني عم بقول هول نواتهم اللي هو معن على الحلوة وعلى المرة مش أكتر من 40%. شكرا لك دكتور حسام مطر على هذه الحلقة الحلوة. شكرا. مثل العادة والغنية مثل العادة. شكرا لك، شكرا للمشاهدين على المتابعة، على اللقاء.